للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور محمد الشواتفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابقة. هو عاد إلينا للحديث عن قانون إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب. أسألك دكتور، ما القيمة المضافة لهذا القانون حال تطبيقه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر؟ رفع، تحياتي لسيادتك وسادة المشاهدين يا فندم، رفع الإعفاءات الجمركية أو تحسين الإجراءات هو عبارة عن دفع في مجال تهيئة المناخ العام للاستثمار. بمعنى أن الدولة النهاردة بتشجع الاستثمار سواء القطاع الخاص أو الأجنبي، وبالتالي هناك بعض المعوقات أو بعض المشاكل التي تعوق منها الرسوم الجمركية أو الضرائب وغيره. فعندما يأتي في هذا التوقيت رفع هذه أو تخفيضها، هو عملية زيادة رغبة أو ترغيب أو جذب المستثمرين في الدخول للدولة المصرية، وجذب القطاع الخاص في المشاركة في التنمية، حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المنتجين على الإنتاج، بحيث نقدر الدولة تخفض من الواردات أو تخفض الفجوة الاستيرادية، وفي نفس الوقت تقدر تعظم الصادرات. ده بيمشي في من ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي برأسه رئيس الجمهورية، وبناء على التوجيهات اللي هو دعم المستثمرين بيتم ده، لأن النهاردة العالم بيعيش سوق حرة أو اقتصاد حر، وعليه فكل دولة من الدول بتسعى إلى تهيئة المناخ الاستثماري لجذب مستثمرين سواء في القطاع الخاص أو القطاع الوطني أو الأجانب، ولا سيما أن احنا في منطقة يزداد فيها الاستثمار، المنافسة على الاستثمار الأجنبي، وجميع الدول في حالة تنمية، إلا أن مصر بها مزايا تنافسية كبيرة وعملت بنية تحتية، فبالتالي في هذه الحالة من الأفضل بالنسبة إليها أنها تخفض أو تهيئ مناخ الاستثمار حتى تجذب المستثمرين، وفي نفس الوقت كمان أن خلق الثقة بأن الجهاز الإداري للدولة النهاردة أصبح جهاز متطور، به بنية تكنولوجية كبيرة، به تعاملات جيدة، تتحصل تطور في ثقافة الموظفين، فبده بيعمل خلق في ثقافة، خلق وثقافة ومع المستثمر الأجنبي وخلق ثقة، وفي نفس الوقت كمان في المجمل العام بيساعد الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمزيد الإنتاج، وبيخفض من العملات الأجنبية اللي بتخرج برة، وفي نفس الوقت كمان بيساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم خطة الدولة، لأن النهاردة الدولة المصرية بتسعى جاهدة عشان تحدث تطور في النظام الاقتصادي وحل المشكلات الاقتصادية، حتى يمكن أن تحدث التنمية الشاملة والمستدامة، وده مش هيتم غير من خلال تعظيم القدرات المؤسسية وبناء القدرات البشرية اللي موجودة في داخل المجتمع، وده بيحتاج دايما تضحية وبذل جهود في تيسير الإجراءات وخفض الإجراءات الجمركية وتخفيض أو تحفيز المستثمرين من خلال خفض الضرائب وخفض التكاليف المالية التي يتحملها المستثمر أو المورد في الدولة المصرية. وصلت فكرتك دكتور محمد الشاوت في عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق، شكرا جزيلا لحضرتك.